للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب دكتور أحمد رفيق عوض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. بعد التحية دكتور أحمد، حرب عشوائية تقودها إسرائيل في قطاع غزة تدخل شهرها الثالث الآن، كيف ترى مجريات الوضع على الأرض في ظل هذه الحرب مع الفيتو الأمريكي المتكرر؟ يعني واضح أنه إسرائيل المحتلة ما زالت ممعنة في هذه الحرب المجنونة والعبثية ضد الشعب الفلسطيني في محاولة منها لتدمير وتهجير قطاع غزة وتحت عنوان الحرب على حماس، ولكن واضح أنه الحرب ليست على حماس بالذات، حرب على الشعب الفلسطيني. هي عمليا تريد أن تجعل من قطاع غزة مكان لا يمكن العيش فيه. إسرائيل تريد أن تعيد احتلاله، إسرائيل تريد أن ربما أن تعيد استيطان حتى فيه، لكن إسرائيل حتى اللحظة هي تقول أنها في حرب مفتوحة وتطلب حتى وقت أكثر من المتوقع حتى من أجل ما تسميه اقتلاع المقاومة في قطاع غزة. المسألة ليست فقط في قطاع غزة، الحرب ليست على قطاع غزة وإنما أيضا الحرب على الضفة الغربية. ما يجري في قطاع غزة يجري في الضفة الغربية أيضا، إذا بالتالي الصورة واضحة، الهدف واضح، الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية من خلال أدوات كثيرة، التدمير والتهجير واقتلاع المقاومة الفلسطيني من كل مكان، وتخفيض السقف الوطني والقومي، تفكيك السلطة، تفكيك حل الدولتين، الاستيطان. بالتالي إسرائيل تستغل هذا الدعم الدولي من أجل كما قلت تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأشقاء العرب. ننظر دكتور أحمد للمواقف الدولية، بالطبع سننظر لموقف الولايات المتحدة الذي يبدو في 48 ساعة الماضية متضاربا بشكل كبير على لسان جو بايدن تحديدا، الذي يقول أنه يرفض ما تقوم به إسرائيل من ضرب عشوائي أو توجيه ضربات عشوائية في قطاع غزة، ثم يعود ليقول أنه صهيوني حتى لو لم يكن إسرائيليا. كيف تجد هذا التضارب في على مدار 48 ساعة في الموقف الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي؟ تماما سيدتي، هو حقيقة يعني بالإضافة لما ذكرتي حضرتك هو ليس متناقض فقط في 48 ساعة، هو متناقض منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة. البيت الأبيض يستعمل لغتين متناقضتين، يبدو لغة للاستعمال الداخلي ولغة للمحتل الإسرائيلي. يهتم بالمدنيين ويهتم بالإغاثة المدنية، ولكن من جهة أخرى هو مع الحرب لأنه هو الذي خطط الحرب، هو شريك في الحرب أصلا، هو الذي يغذي ويدعم ويغطي هذه الحرب من كل النواحي الأمنية والسياسية وحتى الأخلاقية. ولهذا أولا ينم عن الضعف حقيقة، هذه إدارة ضعيفة، الرئيس بايدن ضعيف وهو يقول عن نفسه أنه صهيوني ويفتخر وأنه لو فيش إسرائيل كان اخترع إسرائيل، وهو أيضا مع الحرب هذه واقتلاع حركات المقاومة من قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت يتحدث عن القانون الدولي، عن الإغاثة وعن فتح ممرات وعن القانون الدولي وعدم المس بالمدنيين. هذا كلام حقيقة في نهاية النهار في نهاية اليوم هذا كلام يدل على يثير السخرية حتى يثير السخرية، لأنه في نهاية الأمر هو الذي صمم الحرب أصلا. نعم دكتور أحمد، دعنا ننظر إلى الجانب الصيني والروسي هذه المرة. منذ بدايات الحرب كل من روسيا والصين تقولان أنهما ضد هذه الحرب بشكل كامل، وكررت هذا في أكثر من موقع وأكثر من مؤتمر من المؤتمرات الدولية، لكن لا كروت تتخذ للضغط بشكل حقيقي على المجتمع الدولي من الجانب الروسي والصيني حتى الآن، كيف ترى هذا الموقف؟ اولا يعني موقف الصين والروسيا في المجلس الامن وداعم لنا، وايضا حتى على المستوى الصحفي والسياسي هو داعم للموقف الفلسطيني ومتفهم للموقف الفلسطيني، ولكن في نهايه الامر الصين وروسيا حتى اللحظه هم هذا بالنسبه لهم صراع لا يؤثر حتى اللحظه لا يؤثر على مصالحهم، لكن واضح ربما اذا ظلت الامور بهذه الطريقه وانتقلت الحرب من غزه الى ان تكون اقليميه ومن ثم دوليه، خاصه ما يجري في البحر الاحمر وبتعطيل الممر اللي بسموه طريق الحرير، وهذا بالضروره سيضرر طريق باي قدر دكتور احمد هي مرشحه لهذا من وجهه نظرك؟ لو سمحت سؤالك مرة أخرى، بأي قدر هذه الحرب مرشحة للتوسع من وجهة نظرك؟ جدا جدا مرشحة تماما
كمام المرشحة. أصلا جزء من الحرب على غزة هو الحفاظ على ممرات وإنشاء ممرات اقتصادية جديدة على فكرة. وبالمناسبة هذا أيضا ربما إن شاء الله ما بيضر، بس ربما يضر بمصر على فكرة. وبالتالي الأمور متدحرجة، متحرجة جدا، لأن هذه الحرب ظاهرها كأنه إسرائيل تريد أن تدمر حماس، ولكن واضح أنه هذه الحرب ليست كذلك فقط، هناك تداعيات كثيرة وكثيرة جدا. وكما قلت، إذا تم تهديد ممر طريق الحرير، نعم، طريق البهارات، طريق البهارات مع الهند لأوروبا، عمليا نحن أمام تداعي كبير للصراع الدولي، وهذا ممكن جدا على فكرة. أشكرك دكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على هذه المداخلة التي تمت عبر سكايب. شكرا لك.